كل صرخة استغاثة لأم أطلقت من خيمة اعتصام الأسرى على مدار 41 يوما تحولت اليوم إلى فرحة بعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين قيادة الإضراب ومصلحة السجون الإسرائيلية. علق الأسرى بموجبه إضرابهم عن الطعام. احنا لنا 40 يوم في الخيمة وما فارقناها، والحمد لله اللي الله نصرهم ونصرنا معهم، وما بيكون مصر كمان لهم إلا لما يتحرروا من سجون الاحتلال. داعمو الأسرى خارج السجون اعتبروا الأمر انتصارا لرفاقهم المضربين. لا يمكن أن يعلق الأسرى إضرابهم إلا بعد أن اشترحوا إنجازات حقيقية، لا سيما أنهم كانوا قد أبلغوا إدارة السجون برفع سقف المطالب، وأنهم سوف يقومون بعملية صيام أيضا خلال الإضراب، وبالتالي كانوا أقوياء وليس ضعفاء خلال المفاوضات. الذي حصل هو أن بالضبط إرادة الأسرى التي نفذت، أن المفاوضات كانت فقط مع الأسرى، لم يتمكنوا من كسر الإضراب. اللجنة التي أفرزها الأسرى وانتخبها الأسرى من البداية هي من جلست وهي من أنهى وهي من فاوض. منذ الإعلان عن بدء الإضراب في يوم الأسير الفلسطيني قبل نحو 6 أسابيع مرت رحلة الإضراب بمحطات عدة. خارج السجون نظمت مسيرات دعم وإسناد شعبي في مدن الضفة الغربية، واشتعلت المواجهات عند الحواجز الإسرائيلية، وتم الإعلان عن إضراب عام. أما داخل السجون فتمسك الأسرى بإضرابهم رغم المحاولات الإسرائيلية لكسره. وفي الأيام الأخيرة تواترت الأنباء عن تدهور في أوضاعهم الصحية، وهددت السلطات الإسرائيلية بتغذيتهم قسرا. تعليق الأسرى إضرابهم عن الطعام بعد اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية اعتبر هنا انتصارا وكسرا لإرادة السجان، وإن بيدين مقيدتين، بعد أن كان أبناء هؤلاء من اعتصموا لأكثر من 40 يوما تحت أشعة الشمس الحارقة على شفير موت محقق. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، رام الله.